عليكم بتحية الإسلام العظيم تحية طيبة مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئنا لنحضر احتفالكم فاستقم، يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، اهدنا الصراط المستقيم. هي رسالة واضحة أنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح أولها. تركت فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنته. هكذا فهمنا قرآننا، هكذا فهمنا عقيدتنا، فقرآننا هو الطريق، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المكملة للطريق. لذلك عضوا عليه بالنواجذ. جئنا لننقل لكم رسالة أهلكم في فلسطين، رسالة المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو عقيدة بالنسبة لنا، فهو ليس كأي مسجد، فالله عز وجل ذكره في قرآنه العظيم أكثر من 6 مرات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا ما جئنا لنرسلها لكم. نريد منكم شعبا وحكومة أن يكون لكم دور في قيادة هذه الأمة في الدفاع عن المسجد الأقصى، في الدفاع عن أرض فلسطين، عن عقيدة هذه الأمة. إن ما يحصل اليوم هو انتهاك لأعداء، هو انتهاك لحرمة هذه الأمة، لعقيدة هذه الأمة. مسجدكم مسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فيا أمة الإسلام انتبهوا، فالمسجد الأقصى في خطر. الآن تتابعون الأخبار لكن الرسائل إيجابية. نحن نقدم قبل الجند قادتنا إلى المنون سباقا نحو مولانا. هذه رسالة أن دماؤنا رخيصة في سبيل الله، دماؤنا ليست أغلى من تراب المسجد الأقصى. لذلك لن نفرط، وهذا عهدنا عليكم، لن نفرط بذرة من تراب المسجد الأقصى. فاليوم هناك أهلكم في غزة، أهلكم في فلسطين، أهلكم في المسجد الأقصى يدافعوا عن هذه الأمة. وقفوا رأس حربة ليدافعوا عن هذه الأمة. هذا شرف لنا، هذه كرامة لنا، بشرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من قذرهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قالوا: في بيت المقدس. وأكنا في بيت المقدس. المطلوب الآن دوركم أنتم، دوركم في دعم وإسناد أهلكم المرابطين. أهلنا في فلسطين والمسجد الأقصى يعلم علم اليقين أننا أمة مكبلة لا نستطيع الوصول، لكن عندنا من الإمكانيات من نحرك ونؤثر في الوضع السياسي في مدينة القدس. لذلك جئنا نطلب منكم ونعلنها بوضوح وبملء فينا، جئنا نطلب حقه
حقنا كأمة الإسلامية حق النصرة. أين ومعتصما؟ أين وإسلاما؟ هل أصبحت كلمات تلامس الأذان؟ نريد الفعل، نريد الفعل لا القول. إلى من يحبون المسجد الأقصى نريد ترجمة هذا الحب، لا حبا بالكلمات. لا نريد فالمسجد الأقصى يدنس، فالمسجد الأقصى يدمر، فالمسجد الأقصى رمز عزتنا يقسم ثمانيا ومكانيا. أين أنتم يا أمة الإسلام؟ نحن نأمل خيرا في زيارتنا هذه. نشكر إخواننا في الحزب الإسلامي على هذه الفرصة أن سنحوا لنا أن نوصل هذه الرسالة، وهذا أمر نراه بشرى خير. هذا الوجوه، هذه الوجوه هي بإذن الله جيل التغيير. إخوانكم الذين يواجهون العدو الصهيوني هم من أمثالكم، من الشباب الذين دفعوا المليارات ليبعدوهم عن دينهم. لكن الله عز وجل يقول: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لذلك بإذن الله نرى أنكم جيل التحرير، ونحن على موعد كما وعدنا الله عز وجل. فالله وعدنا بالنصر ولن يخلف الله وعده، فثقوا بالله. لكن ما نخشاه على أنفسنا وعلى أمتنا، وإن يتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فانتبهوا يا أمة الإسلام أن يبدلنا الله، فانتبهوا ألا نكون ممن يبكي الدموع على المسجد الأقصى. نحن لا نريد أن نبكي الدموع ولا أن نلطم الخدود. نريد منكم وقفة رجل واحد، وقفة أمة واحدة. لن يقسم المسجد الأقصى. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.